أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، مرحبا بكم. ديبورتس توليما إنفيغادو. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، مرحبا، أهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم. يرسل الكرة بعيدة للأمام، يسترجع الكرة، يفضل الكرة البعيدة، كرته لم تمر، يلعبها من هنالك، الكرة البينية، كرة عرضية ترجع مباشرة لحارسه، كرة بينية ممتازة، بابا بابا رائعة، يا سلام، دير الكرة، يرسل كرة بعيدة للأمام، كرة البعيدة، كرة بينية ممتازة، نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول من هذه المباراة. انطلاقة الشوط الثاني، ديبورتس توليما سيطرة كاملة على الشوط الكرة البينية، ولمسة أخرى، أوه لا لا.
اللعبة من هنالك. خروج رائع من الحارس، خروج رائع من الحارس. كرة بينية ممتازة. يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. يرسل كرة بعيدة للأمام. ديبورتس توليما. كرة بينية ممتازة. الكرة البينية. البحث عن الكرة العالية. الكرة البينية. كرة بينية ممتازة. كرة عرضية ممتازة. يرسل الكرة بعيدة للأمام. لعبة بينية خطيرة. يعلنها مخالفة. كرة خرجت. بينية ممتازة. والدفاع مرة ثانية. البحث عن الكرة العالية على جهتها اليمنى. الكرة البينية بعيدة كثير. با 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 جول. هل سيكون هذا هو هدف الحسم؟ يلعب بينية. هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل ثانية. الكرة البينية. وضعي التسلل عشان الحكم. يفضل الكرة البعيدة. رايحين لضربات الترجيح. نعم حكم المباراة صفر.
هذا لم يكن مقنع لكلا الفريقين. أظن أن المشجعين الحاضرين لم يستمتعوا بأجواء المباراة. ركلات الترجيح التي ستكون فاصلة. التعادل الآن، نتيجة 3-3. إذا سجلها يمر فريق. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة. هذه الأشياء توفرت في الفريق الفائز، لا خاسر كان مهزوز. كانت مباراة صعبة جدا، عصيبة طويلة، ودائما ما تكون ركلات الترجيح هي الطريقة الأصعب لإنهاء المباراة، لكن أظن أنهم قبلوا